مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. طبعا النهارده هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. حاولت اجمعهم في حلقة واحدة علشان يعني تشوفوها وتبقى مجمعة من الحاجات اللي جات لي على الصفحة الشخصية، وطبعا من خلال يعني اصدقائنا اللي اتصلوا وبلغونا بوصفات عاوزينها وما حبوش يدخلوا مداخلات صريحة. طبعا حاضر، احنا النهارده هنعمل وصفات تنفع للاطفال تنفع للكبار، كلنا بنحتاج اكيد من وقت للتاني ناكل كيك حلو، ممكن نفطر قطعة كيك كويسة مع القهوة بتاعتنا الصبح أو مع كوباية شاي بلبن، ممكن ناكل بسكوتات معينة. أطفالنا ممكن يحتاجوا حاجات حلوة في البيت بدل ما نحتاج نجيب سويتس وحاجات من بره، نعمل لهم حاجات لطيفة. اسمحوا لنا نبدأ بأول وصفة معانا النهاردة، هنبدأ بكيك جوز الهند. هو من الكيكات المحببة ولكن مش كل الناس يعني ممكن تكون بتحب جوز الهند. أنا النهاردة عملتها ولكن خليت نسبة جوز الهند تكون بسيطة، ما تكونش هي الكم الأكبر كعادة دايما كيك جوز الهند. نقول كيك برتقان فيبقى فيها نسبة برتقان، لا يعني في ناس الوسط حلو، وعشان كمان لو حد ما كانش حابب نسبة جوز الهند الكبيرة ودقها يقدر يستصاغها ويأكلها. وهتكلم مع حضراتكم نجاح ايه، هو اسباب نجاح الكيك، اسباب فشلها، وكمان نقدر نعمل ايه في الكيك لو بات عندنا ونحتفظ بيه ازاي. نقول بسم الله ونبدا اول حاجه بكيك جوز الهند. عندي بالجرامات 175 جرام من الدقيق الكيك. طبعا احنا بنفضل دقيق الكيك عشان لو لا قدر الله حضراتكم استخدمتوا دقيق مثلا يكون عادي وقلبته كتير او اتخلط كتير ما يبقاش بنحفز الجلوتين بشكل اكبر وبتبقى نسبه الجلوتين فيه اقل. طيب عندي 120 جرام من السكر، عندي 175 جرام من الزيت النباتي، اللي حابب يضيف زيت او زبده انا بحب اعملها خفيفه، الكيكس عاده مش كل الكيكس بيضاف لها زبده، لكن اللي حابب يطعم زي ما يرجع لحضراتكم. عندي اربع بيضات، وعندي معلقه صغيره ونص من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وانا بحاول ادعم السايله ليه عشان تدي ريحه وطعم مع الجوز الهند بيبقى طعمها حلو قوي زي المحلات بالظبط. عندي 30 جرام بس من جوز الهند، يعني تقريبا معلقه مليانه او معلقتين فقط من جوز الهند عشان برضو تدي الطعم الحلو لكن ما يبقاش نسبته كبيره. عندي رشه طبعا من الملح، وعندي معلقه كبيره من العسل الابيض، جوز هند للتزيين، لان انا ممكن نعمل في الكيك دي حاجه لطيفه ان احنا نمسح وشها، في ناس تحب تستخدم المربى، ناس تحب تستخدم العسل الابيض، انا قلت همسح وشها بالعسل واضيف عليها رشه من جوز الهند، فنقول للناس ان دي جواها جوز هند. هنبدا نقول بسم الله، وهبدا في المقادير مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مش محتاجه يعني عجان ولا حاجه، بس طبعا ايه اسرع. خليني كده اقول بسم الله، البس الجلافز وهنبدا نكسر البيض. البيض اهم حاجه، كل عوامل الكيك لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني البيض يطلع لو هو ساقع في التلاجة هنطلعه ياخد درجة الحرارة، مش بالضرورة ان هو يبقى سخن يعني يسخن في حرارة قوية يعني حر شديد، يدوب بس يعادل ما يبقاش فيه برودة. وطبعا المكونات بجهزها وابدأ اشتغل فيها. اول ما ببدأ اشتغل في خليط الكيك انا بشغل الفرن عشان انا ياخد معايا الوقت لحد ما احضر الكيك يبقى معايا مظبوط. هاخد كده بولة تانية، معلش انا في الصيف تحديدا بلجأ للموضوع ده عن الشتاء في قصة ان انا اتأكد ان البيض كله بسم الله الرحمن الرحيم سليم وكويس، علشان ايه؟ علشان اطمن انه تمام، لانه لو لا قدر الله بيضة واحدة بس مش مظبوطة وانا حطيت كله مع بعضه يعني هضطر ارمي خليط البيض كله. بسم الله كده. طبعا البيضة تعرفوها فريش لما تلاقوا كده السوائل حواليها زي ما انتوا شايفين بشكل قوي ولسه كده ايه يعني مش ناشفة، مش السوائل ناشفة حواليها كده. بسم الله بسم الله اهو، تعرفوا انه البيض فريش. وطبعا لو بتجيبوه يعني من السوبر ماركت تقروا التاريخ بتاع الانتاج عشان تبقوا متاكدين ان هو حاجه فريش. بصوا بقى، هاخد كده البيض بسم الله الرحمن الرحيم هحطه هنا، هاخد معاه الفانيليا السايله بسم الله، وهخلط البيض ده مع السكر ال 120 جرام اللي اتفقنا عليهم. اللي عايز يضيف هنا سكر دايت، عايز يستخدم سكر فاكهه، اللي يعجب حضراتكم. طبعا الكميه مش كبيره، انا بعتمد على ايه بقى في الكيك ده؟ الكيك حتى دكاتره التغذيه تلاقيه يقول لك ايه، الكيك دايما سعراته قليله بس ما يكونش فيه زبده بقى، يعني ما نحطش بقى فيه زبده، احنا هنا عاملينه خفيف
والسكر هنعتمد عليه في المشروب اللي احنا هنشربه، فيبقى الكيك كده جميل. طبعا بنحاول نقنن، يعني اللي عايز يستخدم دقيق مش ابيض، دقيق شوفان، دقيق قمح، دقيق جوز هند، اللي يريح حضراتكم. بسم الله. هنديهم لفه حلوه كويس قوي مع بعض، نخلط المزيج ده كويس. عندي هنا الزيت النباتي اخليه في جنب، وهاخد المكونات الجافه دي هخلطها في بوله وسط اهو. هنزل كده كميه الدقيق، وهحط معاهم جوز الهند، البيكنج باودر، رشه الملح. هنقلب تقليبه حلوه. طبعا الجوز الهند فيه نسبه الياف عاليه جدا، وفيه طبعا فيتامينز كتير، وفيه معادن، حديد وزنك ومغنيسيوم، بيقوي الجهاز المناعي جدا. في ناس بتستخدمه بيقوي الضوافر، يعني بصوا ليه فوائد كتير. في ناس بتحب تجيبه فريش، بيبقى ارخص، وتعمله هي في البيت. مره نعملها مع بعض، ننضفها ونكسرها، وما ترموش ابدا الكفر، الاطار البني بتاع جوز الهند، لان ممكن نعمله بطريقه لطيفه ويبقى اطباق شيك. لما بتتحط لها نسبه زيت وتتحط في الشمس، بيبقى اطباق شكلها رائع، كانها خشب طبيعي حقيقي. وبتقدروا تعملوا فيها سلطه، تقدموا فيها حلو، تبقى رائعه. ان شاء الله نعمل كده مع بعض، لان نستفيد من الميه بتاعتها بتتشرب. وطبعا بناخد جوز الهند ده نفسه، وبيتعمل منه كمان زيت جوز الهند، نعمل منه حاجات كتير قوي مفيده، تنفع للشعر وتنفع للاكل وتنفع لكل حاجه احنا بنستخدمها. بصوا بقى حضراتكم الخليط عمل فوليوم ازاي. الحله بتاعتي ناشفه، ما ينفعش يبقى فيها ميه، لما احط البيض يديني الفوليوم الحلو ده، وكمان اديله وقته، ده بيخلي الكيك هش هش، يعني خفيف كده. انا هوري حضراتكم الشكل الاول، وبعدين هبدا اصب الزيت شويه شويه. بسم الله. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هوري حضراتكم، بسم الله، هوريكم بس شكل. بصوا، ولسه كمان هيبدا، شايفين ابيض ازاي وادى فوليوم كويس. هنبدا نضيف بالراحه جدا الزيت مع الخلط المستمر. دي بتبقى اول مرحله كده في الكيك، تدوها وقتها. وشوفوا لما بيبقى البيض بدرجه الحراره بيساعد جدا ويدي فوليوم، لو ساقع مش هيعمل كده. بسم الله. عايزاكي تبقي معايا في الوقت يا نودي. ماشي ماشي حبيبتي. نقلب بقى كده، شايفين، نبدا بقى نضيف شويه شويه من الزيت النباتي، ويفضل عباد الشمس. بسم الله. اللي عايز يضيف زيت جوز هند ماشي. بسم الله. خيط خفيف كده مع الخفق المستمر. شوفوا نفش ازاي. طبعا بصوا المارينج بقى بيبقى بياض بيض، بس هما يا حبايبي بيبصوا برضو. بصوا نجاح الكيك، يبقى عندنا العوامل الاولى ان احنا نجهز الفرن، شايفين ابيض ازاي الخليط ابيض حلو قوي. هاجي بقى المكونات الجافه كلها اللي احنا حطيناها مع بعض، اللي فيها 30 جرام جوز الهند، حطينا فيها نسبه الدقيق، حطينا البيكنج باودر معلقه ونص، حطينا عليهم رشه الملح، قلبنا كل الحاجات دي. اللي عايز يستخدم زيت جوز هند لدعم الطعم هيبقى رائع. زيت جوز الهند من الحاجات، الزيوت الجميله جدا جدا، ناس كتير جدا بتستخدمها في الدايت وبتستخدمها في حياتها عموما، على انه حاجه هيلثي يعني. اهو تدعمه طبعا الطعم هيبقى رائع، برضو دي حاجه ترجع لحضراتكم اذا متوفر. بسم الله. انا النهارده ما حبيتش اعمل جوز الهند، هو النسبه الاكبر كعاده، ناس كتير متعوده انه نسبه جوز الهند تكون هي الكم الاكبر. بسم الله. نشوف كده القالب، القالب ده رائع. بصوا كده، والله القالب ده رائع. بصوا بقى، يعني مش عارف، بس انا مش هعرف افضيه بقى، خليها هنا.
قالب رائع. هوريكم قوالب الكيك اللي اتطلع مع حضراتكم. السبونج كيك قوية كده وعالية، في ناس بتسويه في حلل، بس احنا بقى طالما بقى فيه في السوق حاجات ان احنا نقدر نستخدم ده. بسم الله، هاخد بالسباتشيلا بس كده من الجوانب، طبعا على حسب نوع الدقيق. خليني كده اقلب تقليبه كده، ريحته طبعا روعه، والفانيليا ريحتها روعه. عارفين بقى كيك الجوز الهندي دي كمان لو عايزين تستغنوا عن البيض فيها، في ناس ممكن تستغنى عن البيض ما تحبوش، حضراتكم ضيفوا ايه بقى؟ حاجه من الاثنين، يا اما الاناناس مفروم بيوري، يعني ناخد مثلا حوالي كوبايه من الاناناس البيوري، او كوبايه من التفاح البيوري، بنقشر التفاحه ونحط عليها عصره ليمون، نحطها في ميه على النار ومعها رشه فانيليا. تاخد الغلوه اول ما تبدا كده، ناخدها نهرسها ونستفيد منها، وكده تقدروا تستغنوا عن البيض في اي كيك. دي ملحوظات مهمه جدا. بصوا ادي الخليط اهو، لطيف جدا، نقدر نحطه بقى في قالب الانجليش كيك ونتعامل معاه. بصوا كده ماشي. هاخد كده انا عندي هنا عاملني نسكافيه رائع الحقيقه، تسلم ايديهم بجد، وبشكرهم جدا في البيوفيه، وبشكر ام مصطفى، وبشكر كل البنوتات الجمال اللي موجودين، ومصطفى. والبنوته اسمها ايه يا ولاد؟ البنوته الجميله المهذبه دي اللي فوق مع ام مصطفى، فين؟ دنيا، دنيا، بشكر دنيا، تسلم على النظافه، بشكرهم على النظافه، بشكرهم على يعني على التعاملات. خلوا بالكم كل الناس اللي بتبقى بتعمل في مكان ما، الناس اللي ممكن تكون في وجهة نظر بعض الناس هي ناس بسيطة، إلا إنها بتبقى واجهة للمكان اللي هي فيه بشكل قوي جدا، لأنهم أول ناس بنصادفهم، وهي أول حاجة إيه إلا الضيافة حقيقي في أي مكان. بسم الله، بصوا كده هناخد هنا الخليط، نقدر في قالب الإنجليش كيك، عايزين تضاعفوا الكمية لو عايزين تعملوا قالب كبير ماشي. انا حبيت اعمل على الكميات الصغيره، لان في اصدقاء بيقولوا ام حسن احنا فردين، او يعني انا حد لوحدي، فيعني مش عايزه اعمل كميه. طب لو هفترض حضرتك عملتي، بصوا هي وصلت لحد فين في القالب اهو، تقريبا النص، هتعلى تاني وهتبقى جميله جدا ومظبوطه. يا درش ما تيجي تنورنا يا درش، تسلم. بصوا بقى ادي الكيك، اخبط بس كده، الكيك ما يقعدش دقيقة بعد ما نخلص خليط الكيك على طول على الفرن، استحالة ان انا اخليه ينتظر، علشان ده بيشرخ الكيك، انتظاري على الكيك ده ممكن يخليني الكيك يتشرخ، كمان لو ضعفت الضرب على الكيك يشرخ الكيك ويهبط مني. انا حطيت حرارة 180 سخن من اول ما بدأت اشتغل مع حضراتكم في خليط الكيك، علشان احطه على الشبكة في النص، شغال فرن ومروحة لحد ما يبدا يعلى. عمري ما ابدا افتح على الكيك قبل ما يمر عليه على الاقل 25 دقيقه ابدا. وفي الكيكات اللي بتبقى فيها يعني فلافي اكتر او خفيفه وهشه اكتر، وهي عاليه او كميتها كتيره، كميه مقاديرها كبيره، مش قبل 30 دقيقه، لانها بتاخد لحد 45 50 على حسب درجه حراره الفرن. وده يامنني ان انا ما افتحش مره واحده اعرضها لهواء تروح هبطالي من النص وهي لسه بتكمل سواها. لذلك لما نعمل الكيك، لو هندخل قالبين مع بعض، لازم نكون حريصين عارفين الجزء العالي والهادي في الفرن بتاعنا، عشان ما يهبطش، وعشان لو كانوا كيكتين ممكن ما يطلعوش بنفس يعني العلو ويطلعوا صح، فخلينا دايما دارسين الفرن بتاعنا. طيب انا حطيتها، هتاخد حوالي 30 ل 35 دقيقه على الاكثر، وبعدين هنشوف شكلها مع بعض هيبقى طالع ازاي. اما بتطلع، بجيب العسل الابيض ده، اروح ماسحه وش الكيك وهي سخنه، واروح رشه رشه خفيفه من جوز الهند، وتسيبوها بقى وتقطعوا منها شرايح وتستمتعوا بيها. طب لو احنا هنفترض عاملين كيك وعايزين نشيلها في الفريزر، ينفع؟ ينفع، ينفع استخدم واحده واشيل الثانيه، اغلفها بعد ما تبرد تماما في الاسترتش، وبعدين اغلفها بالفويل واحطها جوه الفريزر جوه كيس، علشان اضمن ان هي تبقى فريش. اما اجي احتاجها اطلعها اسيبها على الرخامه تقعد ساعه ساعتين على قد ما ترجع لطبيعتها تاني. طب هفترض انا دلوقتي باكل الكيك والكيك ده ناشف عندي، انا دلوقتي مش عايزاه كده، اعمل فيه ايه؟ فورا
حضرتك هتجيبي قطع الكيك دي شرايح هتتحط على صاج وتدخليها الفرن تحمصيها زي بسكوت اليانسون زي الفايش زي ده على الناحيتين. على فكره الكيك ده بيتباع غالي جدا في بعض الاماكن لانه الكيك المجفف او الكيك المقرمش او الكيك اللي هو الواخد الشكل ده، واستخدموه مكان البسكوت هيطلع رائع جدا. وهقول لكم على وصفات تانية نعملها مع بعض، لكن اسمحوا لي الشوط الاول خلص. هنبدا نستعد لاستراحه ونرجع من الاستراحه نستعد لبدايه الشوط الثاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. في انتظار حضراتكم.